جنس الارقام القياسيه. انا كنت موجود النهارده علشان بحكم في الريكورد تايتل The Most Signature on a Scroll. الريكورد كان موجود في الهند وكانوا محققين رقم 14120. النهارده كرييتيف وكان سرفايف عملوا ريكورد تايتل جديد. النهارده كان الريكورد 29488. النهارده Organize و can survive. You are officially amazing. مبروك. المبادرة دي بس عشان نوري أهمية مرض السرطان في مصر والدعم للمريض السرطان، وان المرضى اللي بينجحوا بعد رحلة العلاج وبيقدروا يقدموا اكتر ما كانوا بيقدموه من قبل ما يجيلهم المرض. والمهم في ده ان احنا نقول ان المريض اللي بيشفى والمريض اللي بياخد دعم من عيلته ودعم من الناس اللي حواليه في الشغل في اسرته في من الدولة من العلاج، المريض ده ممكن يدي كتير جدا للبلد بعد كده، وممكن ينجح كتير من المرضى اللي لسه هيخوضوا تجربة العلاج بالمرض وهم واقفين حواليا. هم يعني هم دول النجاح الحقيقي، مش بس الرقم اللي احنا بنوصله. احنا بس بنوري ان مرض السرطان ممكن التغلب عليه وممكن البني ادم يدي اكتر بكتير بعد ما يخوض رحلة العلاج من ما بدأ عليه.